يا اخ موسى، مرحبا يا موسى. مرحبا والله. مرحبا بك، تفضل. اهلا وسهلا. عندي سؤالين. نعم. عندي بجي هناك وبقول حرام ما برجع السعودية وبرجع ثاني. نعم. وثاني عندي سؤال، عندي مرتي حاملة لها 8 شهور وبقول لها فطري، بتقول لها ما بفطر. نعم نعم. اها. ان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا هي الحليفة بحرم وعلي الحرام وعلي الطلاق، دي طبعا ممنوعة، لأن أولا حليفة بغير الله، والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا قال الحمد لله رب العالمين ما جرد عليه الفتوى عندنا في مجمع الفقه الإسلامي، كذلك في جمهورية ناصر بلاد الشام اتفق العلماء على أن كلمة حرم وكلمة علي الطلاق سموها يمين المسلمين، ما بيقع بها طلاق، لكن يلزم الزول حاجتين اثنين، نمرة واحد يستغفر، نمرة اثنين يطعم 10 مساكين، وتاني ما في طلاق واقع، وننصحه أي زول ما يحلف لو ما عمل ديل الحيلة. طبعا في الحالة دي ما كفارة يمين، أي يبقى هو نجا من الوقوع الطلاق يطعم 10 مساكين ويجتهد يسأل ربنا تاني ما يحلف بالطلاق. نعم.